مرحبا بكم في 100% برونو. الأرقام مرشحة الفوز بسباق الحدث التجمع اليوم هم: رقم 3، مرتبة ثالثة في أول سباق لي خلال هذا الموسم في بحث دائم عن انتصار الأول. رقم 2، لم يذق طعم الفوز خلال الموسمين الفارطين، سيكون منافس قوي للرقم 3. رقم 6، مشارك قوي يحق انتصار جيد في آخر خروج له، سيشكل ثنائي قوي رفقة الراكب زكريا إدريسي. أرقام غد نفسها كل من رقم 11، رقم 13 ورقم 7. أما العنصرين اللي ممكن يفاجئونا في السباق فهم رقم 8 ورقم 12. كنتما توقعات 100% برونو، خليكم مع توقعات جريدة تخبي. هذا السباق أنا اختارت رقم 2 مرشح قوي الفوز، عنده راكب متميز زهير المديحي. في المرتبة الثانية اختارت رقم 3، كذلك تبقى من الخروج القوية في هذا السباق هذا اللي تنتمي لإسطبل رائع، عنده راكب متميز إيش بوعروة. رقم 6، إلى عودنا في السباق ديالو اللي كدرب حلبة مدينة مكناس، قام الخيول الممتازة، الخيول نقدروا نخافوا منها في هذا السباق هذا. عندنا رقم 9، رقم 15 ورقم 4، تنقولوا المفاجأة ديال السباق رقم 5 ورقم 11. أما الآن نتابعوا توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكنكم متابعة جميع حلقات 100% برونو عبر قناتنا على اليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.